الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن، ونفتتح اليوم ان شاء الله سنن ابي داود. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين، أمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد بن مصرهد الثقة السبت الأمين رواه الجماعة، وأبو بكر بن أبي شيبة مقرون بأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف واسع العلم وثقة سبت أمين رواه الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا سفيان، سفيان وسفيان بن عيينة، حدثنا سفيان قال أخبرنا سفيان وسفيان بن عيينة ومن الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن أيوب السختياني، سفيان كما قلنا مدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. نعم. قال عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة سبت أمين، لكنه في عقدته كلام يعني. قال عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين وهو من خيار التابعين، كان رجلا مالا تقيا نقيا، حبس في دينه، وأيضا فإنه لزيت طبعا لما وقعت الفأرة بالزيت القصة المشهورة، وهو أيضا كان يعني كان لا يرى الرواية بالمعنى، وكان إذا شك في حرف تركه لم يبلغه. نعم، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. وقد قال المنذري: وحديث أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه البخاري، وحديث محمد بن المنكدر عن جابر أخرجه أيضا الإمام البخاري، بل ومسلم أخرجه بنحوه، وحديث سالم بن أبي الجعد عن جابر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي سفيان طلحة بن نافع، أبو سفيان هو طلحة بن نافع عن جابر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أنس أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من رأى ألا يجمع بينهما، يعني لا يجمع بين الكنية وبين الاسم، أن يجمع لا يجمع بين الكنية وبين الاسم، كأنه قال والنهي على الجمع لا على الإطلاق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ومن ثقات الأثبات. قال حدثنا هشام، قال هشام الدستوائي، هشام الدستوائي من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير وهو واسع العلم، وإن كان قد روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة فقد يعني روى له البخاري مقرونا لم أكن واهما، وأبو الزبير أكثر عن جابر، لكن تعلمون بأنه مدلس، وعند عنعنته عن جابر فيها نظر، لأن بعض العلماء من المتقدمين يرى بأنه من صرح بالسماع من شيخه وإن كان مدلسا، من صرح بالسماع من شيخه ولو مرة واحدة قال علماؤنا تمر عنعنته بعد ذلك عن هذا الشيخ، وهذه طبعا فيها تحقيق ونظر وتفصيل على ما قاله المتقدمون، وخالفهم المتأخرون في هذا الباب على التفصيل الذي ليس هذا مقامه. نعم، حياكم الله. قال عن جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه أرضاه صحابي ابن صحابي وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين روى له الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود: وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه، رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيدة على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا على القولين، اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. نعم، وقال الترمذي في هذا الباب أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وهو في معناه بحديث ابن عجلان. ابن عجلان طبعا تعرفون الخلاف فيه كثير جدا بين العلماء، محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني، قد قال بعض العلماء ضعفه، وثقه أحمد بن معين،
عن أبيه وهو عجلان وعجلان مدني مولى فاطمة بنت عتبة النسائي قد وثقه وقال لا بأس به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. حديث ابن عجلان الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، فقال فإن اسمي محمد وأنا أبو القاسم، يعني والمعنى أنه نهى أن يسمي المرء محمدا أبا القاسم. نعم. وقد رآه أيضا البخاري في الأدب المفرد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين اسمه وكنيته، قال أنا أبو القاسم، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله بصيغة المجهول رواه بصيغة المجهول عن أبي زرعة، أبو زرعة هو عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو ثقة وثقة بن معين وابن خراش. وراه أحمد في مسنده من حديث أبي زرعة من كلا اللفظين، قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، وهذا في المسند عند أحمد. وقال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن يزيد النخعي قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا أيضا في المسند. قال عبد الله بن أحمد قال أبي هو أحمد بن حنبل قال بشعبة يخطئ في القول عبد الله بن يزيد وإنما هو سلم ابن عبد الرحمن النخعي. قال وكذلك أي باختلاف اللفظين، وهذه رواية عبد الرحمن ابن عمرو الأنصاري النجاري المدني القاص. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث. في قول عن أبي هريرة اختلف، يعني بصيغة المجهول اختلف على عبد الرحمن فيه، اختلفوا عليه، اختلف على عبد الرحمن فيه. ففي هذا الحديث رواه الثوري وابن جريج كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عمرو على ما قال أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، وهذا رواه أيضا معقل عن عبيد الله العبسي ووثقه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن عمرو على ما قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا روح وروح من عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم ابن مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو أخبره عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكنى بكنيته، وهذا الخلاف في اللفظ فيها على الإطلاق على النهي عن التكني بالكنية يعني بالقاسم، وهذا ما جاء في الصحيحين أن سلم نهى عن التكني بكنيته ولم ينهى عن التسمي باسمه، وهذا سيأتي شرح إن شاء الله وتفصيله في القول. وروى سليم بن حيان عن أبي هريرة أو سليم بن حيان عن أبي عن أبي هريرة، وكذا خالد عن أبي هريرة مثل رواية محمد بن سيرين. أخرج أحمد أيضا قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن حيان عن أبي عن أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أيضا في قوله اختلف فيه أي في هذا الحديث على موسى بن يسار المطلبي وثقة بن معين عن أبي هريرة أيضا على القولين، يعني مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأيضا مثل رواية أبي الزبير عن جابر في ذلك الباب. واختلف فيه أيضا اختلف فيه أحمد بن خالد القرشي المدني ثم البصري وثقة بن معين وابن المديني والنسائي وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك المدني، قال النسائي ليس به بأس. فحماد وابن أبي فديك كلاهما يرويان عن موسى بن يسار عن أبي هريرة على الاختلاف. والبخاري أخرجه في الأدب المفرد وأحمد في المسند عن أبي نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا داود بن قيس حدثنا موسى بن يسار سمعت أبا هريرة قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. فالحاصل في هذه الروايات الثلاث أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه روي عنه الحديث من كلا اللفظين، مثل لفظ محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل لفظ أبي الزبير عن جابر بن عبد جابر بن عبد جابر بن عبد الله. ولكن هنا
الملاحظ أن رواية جابر بن عبد الله تدل على جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، النهي فيها عن الجمع فقط بين الاسم والكنية، والتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد وعلى عدم الجواز على سبيل الاجتماع فقط. أما رواية ابن سيرين عن أبي هريرة فيها جواز التسمي وحرمة جواز التكني، وهذا الذي نفصله إن شاء الله في القيام. هات في الرخصة في الجمع بينهما، دي آخر الأبواب. قال المصنف رحمه الله: باب في الرخصة في الجمع بينهما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان وأبو بكر. هو عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة، هؤلاء ثقتان جبال من جبال الحفظ. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة، ثقة ثبت أميرة وله الجماعة. قال: عن فطر. فطر وفطر بن خليفة، فطر بن خليفة وثقه أبو حاتم بن معين، والحق أنه هناك من ضعفه، هناك من تكلم عن فطر بن خليفة، لكن أبو حاتم عندما يصحح أو يحسن فعليك أن تعد عليه بالنواجس. قال: عن منذر. المنذر بن على الثوري وثقه بن معين والعجلي، فهو ثقة. قال: عن محمد بن الحنفية. ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، هذا من الثقة، يعني من خيار التابعين، يعني المسألة تحتاج إلى ابن حبان وغير ابن حبان. قال علي رحمه الله: قلت يا رسول الله. أبي طالب وهو من الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. قال علي رضي الله عنه ورحمه الله: قلت يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، ولم يقل أبو بكر. قلت: قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد بن علي، ثقة وثقه ابن معين وابو حاتم. قال: حدثنا محمد بن عمران الحجبي. هو مجهول، محمد بن عمران الحجبي مجهول علة الحديث. قال: عن جدته صفية بنت شيبة. قال الدرقني: لا يصح لها رؤية، وإن كان ابن حبان ذكرها في الصحابة. نعم. والحق بأن البخاري صرح لها بالسماع، فإن كان فهي في معدود الصحابة. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال العلماء: هي أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي. قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ وهذا من باب الإنكار، من الذي أحل اسمي وجعله جائزا، وما الذي حرم كنيتي؟ نعم. أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ لما التفريق وأنهما في الأمر وفي الحكم سواء. هنا عندنا المسألة، ملخص هذا الباب على مسألة التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأننا نقول عندنا أمور ثلاثة: هو أن يفرد التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكني إفرادا أيضا، والثالث أن يجمع بين التسمية وبين الكنية. هذه المسائل الثلاثة تجتمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الحديث الأول: قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففيها الجواز على أن تسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسميه محمدا، لا سيما أنه جاء في آخر الباب قالت: سميت ابني محمدا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأنه قد وردت الأثار على أنهم في الأمم السابقة كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، فيها دلالة واضحة جدا على الإقرار بذلك، على التسمية بأسماء الأنبياء، لا سيما وأن في أصول الشرع أن ولي الأمر وأن الولي أنه يبحث لأولاده أحسن الأسماء وينتقي لأولاده أحسن الأسماء، وأحسن الأسماء ما اختارها الله لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه سبحانه جل في علاه. فدل ذلك على جواز التسمي باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون له الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من هذا التسمي باسم محمد، وهو كثير الحمد وكثير الصفات المحامد التي يتصف بها. فالجواز على تسمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على عدم جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال أبو القاسم. وهذا إن نظرنا فيه وقلنا بغض النظر عن الأحاديث الأخرى التي وردت في الجواز، ما المانع أن يمتنع المرء بأن يكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الحديث الأخير أو في الباب الأخير، وكان الحديث فيه كلام
وهو الحج بعلة الحديث. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ ما الذي؟ فهنا يعني كأنه قال بالجواز، لكن هذا الحديث يدل على على حرمة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك. إذا قلنا بغض النظر عن هذه الحديث وأنه يحرم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق أنها ليست على الإطلاق، لأن العلماء الفقهاء يقولون علة النهي في ذلك سوء الأدب. كيف ذلك؟ أو قل علة النهي في ذلك الأدب مع رسول الله. هذا أوفر حظا من قول بسوء الأدب، أن يكون هذا فيه سوء أدب أو إمالة. الحق بأن هذا من الأدب مع رسول الله. إذا مر رسول الله وقال: يا أبا القاسم، إن في رجل نادى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريد؟ ها أنا ذاك. فقال: ما عنيتك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من الأدب مع رسول الله، أن يلتفت ويقول له: لا أريدك أنت. سبحان الله، هذا سيد الخلق أجمعين، وهذا من باب معرفة الفضل لأهل الفضل. لا يصح لأحد أن يهدر المكانات وأن لا يعرف المنازل. فشوف يعني انظر هنا، النهي جاء على أنه قد يقول: ما أردتك، فقط ما أردتك، أردت غيرك. أنا نديت على محمد أو نديت على أبي القاسم، كنت أريد غيرك يا رسول الله. كان هذا نوع سوء، يعني هذا التفات على نوع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن يلتفت يقول نعم فتقول له: ما أريدك. هذا سوء أدب، في نوع سوء أدب، لذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معرفة كما قلنا المنازل والمكانات. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه أداب إن ضاعت ضاع صاحبها، هذه أداب إن ضاعت ضاع صاحبها، وإن ذهب ذهب صاحبها. أداب لابد أن يتحلى بها المرء، وأن يحلي نفسه بسمو هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأكون الوجهة الفقهية في هذا الباب هو قمة الأدب مع رسول الله. لا يصح أن ينادى على الكنية فيلتفت النبي فيقال: لا لا نريدك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا مع الأدب من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الله جعل تعزلوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. التسبيح فقط لله رفع الله، تعزيل والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لواذا. فجعلها من صفات المنافقين. فيكون هنا الوجهة الفقهية في عدم التكني هو في هذا. إذا قلنا بأن هذه الوجهة الفقهية، فهذا رسم لنا في الطريق للفهم على أن النهي يكون مؤقتا وليس على الإطلاق. هذا طريق يرسم لنا على أن نفقه ونعلم بأن النهي لو جاء ما جاء مطلقا، لأنه لو كان الأمر في الأدب مع رسول الله عند موت رسول الله كان يبقى بالقصر، لأنك تنادي ما تنادي الأمر ليس فيه وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا معلول. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا الأصل في هذا الباب، وأنا أريد يعني إتقان النظر في هذا الباب، وإن كان المسألة جاءت في الأدلة الأخرى على مسألة الجواز، جواز التسمية مفردا منفردا أو إفرادا، أو سواء جواز الكنية إفرادا، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. فكأن النهي صار خاصا هنا، الحديث هنا أجلى لنا، كأن النهي صار خاصا. يبقى النهي أولا جاء النهي على إطلاق الكنية في زمن مخصوص، زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وخصص بعد ذلك بين الجمع حتى لا يختلط الأمر. لا تسمي بمحمد وتكني بأبي القاسم، لا تجمع بينهم. فإن سميت محمدا جاز، فإن اكتنيت بأبي القاسم دون تسمية محمد جاز، لأنه قال في بعض الروايات: أنا محمد وأنا أبو القاسم، أنا محمد وأنا أبو القاسم بأبي هو وأمي. فكان النهي هنا أيضا النهي عن الجمع فقط. والحقيقة أننا إن لم نقل بالنسخ قلنا كل ذلك على الكمالات، وقد جاء الحديث ظاهرا بأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سميت ابني على اسمك بمحمد وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. لم يقل أبو بكر: قلت. قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على التسمية بالاسم مع التكنية. أقر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وفي حديث عائشة حديث يعني مقارب، لأن عمران الحجبي مستور، فالإسناد مقارب. قالت: يا رسول الله، المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني قد ولدت غلاما وسميته محمدا
وكنيته أبا القاسم، أو كنيته أبا القاسم، جعلت كنيته أبا القاسم. فذكر ذلك أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أنا سميته محمدا وجعلت كنيته أبا القاسم. ثم قالت ذكر لي أنك تكره ذلك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكراهة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة. قال لها ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. فأقرها على الجمع بينهما، فأقرها على الجمع. فيكون هنا المسألة على الإطلاق على الجواز. يتلخص لنا يمكن أن نقول بأن الفقهاء قد اختلفوا، بعضهم من قال بالجواز مطلقا، والحديث الأخير مستند لهم أنهم قالوا بالجواز مطلقا، سواء سمى بالاسم أو اكتنى بالكنية، أو سمى بالاسم واكتنى بالكنية معا، جمع بينهم، أو اكتنى بالكنية إفرادا أو اسم إفرادا، كل ذلك جائز. لأنه قال سبحان الله ما الذي حرم اسمي وحرم كنيتي، أو حرم كنيتي وحرم وأحل اسمي. والقول الثاني هو التحريم خاص بالجمع أن يجمع بينهما، والثالث هو التحريم المؤقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان صاحب الموفم أيضا بين المسألة على الجواز، والنهي كان في أول الإسلام في صدر الإسلام في ذلك، وأيضا كانت مع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الزمان نقول باتفاق أنه يجوز التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. لأننا كما قلنا حتى ولو قلنا بالحظر على ذلك، كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح الصحيح، هذا الذي ندين الله به. نسأل الله جل في علاه أن يعني أن يجعل ذلك نفعا للمسلمين. فللمرء أن يسمي ابنه بنفس الاسم محمد، وأن يكنيه أيضا بنفس الكنية، يكنيه بأبي القاسم. الفوائد المستنبطة في ذلك: فتنة الولي بالتسمية بأسماء الأنبياء لأنها قربة إلى الله جل في علاه، ومن سعد الولد أن يسمى باسم نبي. جواز كنية الصغير لأنها جاءت قالت له سميته باسمك وأكنيه بكنيتك، قال نعم، وهذا سيأتي. ولأن سلم مر على الصغير وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذه سنة. ما أدري كثير من الإخوة والأخوات لما تسألوا عن الكنية يقول لك ما تزوجت لسه ما ولد لي ولد، من الصغر يمكن أن يكنى، وهذا كما كان ابن مسعود وعائشة لم يولد لها وكنها النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة بمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحابة بمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يقال في الباب بفضل الله. لو في أسئلة تفضلوا. تقول تعلمنا من حضرتك أن الأب يجوز له أن يعود في الهبة من ولده لحديث أنت ومالك لأبيك وأدلة أخرى وعلى شاكلة، وأيضا في الأثر قال إلا الوالد مع ولده، وقياسا عليه الأم كذلك. تقول هناك أم أعطت لبنتها ذهب عند الزواج، وبعد أن طلقت عادت إلى بيت أبيها وأعطت لأمها الذهب. هناك أم أعطت بنتها ذهب عند الزواج، نعم، وبعد الطلاق عادت إلى بيت أبيها وأعطت لأمها الذهب التي وهبته إياها على سبيل الحفظ والأمانة، وعند المعاشرة حدثت مشاكل بين البنت والأم ومنعت منها الذهب التي قد وهبتها إياه من قبل. بقيت السؤال مش باين. طب بقيت السؤال، أنا عايزين نشوف السؤال بقى يعني تكمل السؤال حتى نجيب. طيب يعني هو الايفون بيقطع مش بيجي السؤال كامل، يكون الثاني السؤال يظهر كامل، ممكن تجيب على الخط. اجيبه فين السؤال عشان اجيب عنه؟ يعني يصح حال الام ابتداء؟ يا ابن حبيبي ما ينفعش. نعيم الباشمهندس نعيم ممكن ياتيك بالباقي يكتبه لك. اي بقى مشاكل بين البنت والام. بل وعند زواج الأخت أعطت الأم الذهب للأخت لبيعه لتتزوج به، فما الحكم أو ما العمل؟ فهمت أنا السؤال، فهمت. هي أصلا البنت أعطت البنت هذا الذهب ملكتها إياه، والبنت تزوجت لكن حدث مشاكل بينها وبين زوجها، نسأل الله أن يخلف عليها خيرا، فطلقت فرجعت إلى البيت ولها أخت،
صحيح؟ فالأخت هذه تتزوج، فهي أخذت الذهب من هذه البنت فبعته وأعطته لزواج الأخت. يعني كان الأكمل لها ألا تفعل ذلك، كان الأكمل لها ألا تفعل ذلك. ولكن رجوعها فيما أعطت لها من الذهب هي لها أن ترجع. وإن كان الخلاف الفقهي وارد عن العلماء هل الأم تنزل منزلة الأب في هذا الباب أم لا، وإن كان التحقيق أن الأم لا تنزل منزلة الأب في مسألة العطية فلا ترجع، هذا التحقيق. فإن قلنا بأن لها فهي قد فعلت خلاف الأولى، وإن قلنا بأنه ليس لها إذن فهو من حق البنت التي أخذت وقبضت الذهب برضا الآخرين. وأنا النصيحة لهذه البنت أن ترضي والدتها وأن تغض الطرف على ما فعلت الوالدة، وإن كانت لها نصيحة أمينة تنصحها فقط برفق وتبر بها لأنها بوابة الجنة، فأولى لها يعني أن تغض الطرف عن مثل هذه الأفعال. نعم. يقول السائل هل من السنة تكنية البنت؟ نعم، من السنة تكنية البنت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أرضاها بابن أختها أم عبد الله. تقول حكم إعطاء أخذ العطية وإعطائها لابنتها الأخرى لتتزوج بها. قلنا لها ذلك إن كانت ترجع، لها إن كان لها العود فلها أن تعود وأن تفعل ذلك إن كان الأخت الأخرى لها إعواز. فإن قلنا في التحقيق أن لها ليس لها العود فيما أعطت من هدية فهي تأثم بذلك، فتكون البنت الأخرى يعني تكون رفيقة بأمها وتبر بها، في الحالتين تحسن إليها وتجزل لها الوجه، تقابلها بأن تهش وتبش وأن تحسن وأن ترفق بها، هذا هو الأولى والأفضل والأعظم.